حقيقة ندعو إخواننا الأكارم في المساحات الإعلامية لا يتعاملوا مع حساب ون، أحكي لي بغيره، من هو هذا وزير قائد ما أعرف منه، قد واحد حساب ومي مرة يعني مغرد ما أدري كم تغريدة خلال 150 تغريدة، هاي يدل على الانفعال لكن نفسية التيار وهمية. الصدري شنو البداية يا يعني؟ دكتور حيدر، السيد التيار موجود الصدري إذا عنده لم بيان، ينفي صلته إذا عنده بهكذا بيان يشرح صفحة. له. ها؟ التيار الصدري لم ينفي صلته بهذه الصفحة. إيه إذا يجب أن يحاسب، أنا حقيقة أدعو من خلال منبركم أنه القضاء العراقي يحاسب هذه الصفحة الوهمية ويتابع لمن ترتبط. إذا التيار الصدري ما ينفي صلته بها فهذه تؤجج وتهدد الأمن السلمي المجتمعي وتحاول أن تخلق فتنة بين أبناء المجتمع وتصنف المجتمع كما تشتهي. من هو هذا؟ من؟ شخص نكرة مجهول طيب يأتي ويصنف الناس كما يشاء؟ هذا تبعي، إذا كتاب ما أعرف شنو، هذا كذا، أعمل هكذا. من أنت حتى تأتي؟ هل لديك ولاية أو وصاية إلهية أو شرعية أو قانونية أو دستورية حتى طيب تتحكم بالرأي العام طيب والشعب دكتور، العراقي؟ دكتور حيدر، نعم، جماهير فليصعد كما يشاء، أنا التيار أقول الصدري تخرج فليصعد كما اليوم، يشاء. وأيضا إذا هناك تسمح لي دكتور جمهور حيدر، وهناك شعب عراقي وهناك جماهير التيار قضاء الصدري سوف تخرج اليوم يلقمه بأعداد ويلقمه كبيرة وأنت جدا حجر. كل بتغريدة من من يصعد هذه طبعا. الصفحة وغيرها. يعني كيف تكون هذه صفحة وهمية أو غير معترف بها؟ الجماهير تخرج بهذه التغريدة. طيب ما الذي يعنيك للأسف ربما بالتصعيد؟ هو هذا اللي أقوله، تصعيد غير محسوب، للأسف الشديد تصعيد غير أنا محسوب، أقول، يعني ربما يكون على أي صعيد دكتور؟ أنا أقول للأسف الشديد أن يتعاطى جمهور معين مع حساب وهمي. طيب هاي سيكولوجية جماهير، مع الأسف الشديد ما حد يعرف طبعا. سئلوا قيادات كبرى في الأخوة داخل التيار الصدري، نعم يقولون أربعة يديروها، اثنين ببغداد، اثنين بالنجف، كذا. يعني القصد، معنى ذلك أنت إذا تخجل من طرح آرائك أمام الناس ولا تستطيع أن تتصدى بموقع القيادة ونستعين بشخصية وهمية من أجل أن تحرك الناس، أنا أعتقد هذه مو عملية سياسية حقيقة. فليجلسوا في البيت وفي الدار، أفضل لهم طيب من أن يتحدثوا بشخصيات وهمية لا قيمة لها ولا وزن لها، لا اجتماعيا ولا حتى سياسيا. يعني يفترض، أنا أقول يفترض أن تفعل هكذا أمور في القضاء العراقي والأجهزة الأمنية لمتابعة هذه الصفحات الوهمية التي جرت على البلاد الحشرات والويلات.